مرحبا بكم متابعينا الاوفياء، اهلا وسهلا بكم في البث المباشر. كما كتشوفوا بطبيعه الحال هذا الكميات الكبيره من المياه التي تضيع في زمن الجفاف بمدينه اكادير وبجهه سوس مصر بصفه عامه، العديد من المناطق اللي كتعاني من ازمه الماء وازمه الجفاف. كما كتشوفوا كميات هائله من المياه تضيع هنا بدون ان يستفيد منها احد. كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، فانتم كتشوفوا يعني المياه التي تضيع بشكل غريب ومثير. كما كتشوفوا معنا من خلال يعني هذا البث المباشر، فانتم كتشوفوا يعني الكميات الهائله من المياه التي تضيع بشكل غريب ومثير جدا هنا بضواحي مدينه اكادير في زمن الجفاف. كما كيبان لكم من خلال هذه الصورة، فانتم غادي نشوفوا نقربكم بطبيعة الحال من المنطقة، بطبيعة الحال نقربكم يعني من الكميات الهائلة من المياه التي تضيع ضواحي المدينة في منظر غريب جدا. كما كنشوفوا من خلال يعني هذا البث المباشر اللي صراحة كميات هائلة جدا من المياه تضيع ولا يستفيد منها أحد. كما كنشوفوا في زمن الجفاف، فأنتم كتشوفوا يعني هذا الكميات الهائلة جدا من المياه اللي كتسرب بطبيعة الحال. أنتم كتشوفوا يعني أطنان من المياه تسيل في هذه المنطقة بدون أن يستفيد منها أي شخص مع الأسف الشديد. وكنتمنى بطبيعة الحال أنه يتم ترشيد المياه، لأننا نعيش أزمة حقيقية ديال الماء، أزمة ديال الجفاف في زمن انقطع وانحبس فيه المطر. أنتم كتشوفوا معنا على المباشر الكميات الهائلة من المياه التي تتسرب وتضيع بشكل غريب جدا في هذه المنطقة. وكنتمنى باش انه يتم ترشيد المياه، لانه ليس من العدل وليس من المعقول بتاتا باش انه تضيع يعني هذه الكميات الهائلة من المياه اللي كنشوفوا بانها تتسرب وتسيل بشكل يعني اللي صراحة كنتمنى انه يتم يعني الترشيد ديال المياه وان لا يتم تركها تضيع هكذا بدون ان يستفيد منها اي شخص. فانتم كتشوفوا يعني الكميات الهائلة من المياه اللي كتسيل وكتضيع في هذه المنطقة. انتم كتشوفوا ربما الصورة غنية عن كل تعليق، وكنشوفوا يعني الكميات الهائلة من المياه الضائعة في هذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. وكما قلت فهذه التسربات ديال المياه اللي كتضيع بشكل غريب جدا بهذه المنطقة كما كتشوفوا معنا على المباشر. كميات هائلة من المياه تسيل وتضيع بدون أي فائدة بطبيعة الحال في زمن الجفاف كما كنشوفوا على المباشر. فكما قلت فالمنطقة يعني كتعيش بطبيعة الحال يعني على وقع الجفاف، ومدينة أكادير بالخصوص يعني تم اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة من أجل ترشيد المياه من طرف السلطات الولائية، من بينها إغلاق الحمامات وغيرها من التدابير من أجل الحفاظ على الموارد المائية. لكن مع الأسف كنشوفوا بأن هذه المياه تضيع هنا بهذه المنطقة بشكل يثير أكثر من علامة استفهام كما كتشوفوا معنا على المباشر. Thank you.
انتم كتشوفوا يعني الكميات الهائلة من المياه التي تضيع بشكل عشوائي كما ترون من خلال يعني هذا المشهد. انتم يعني الصورة غنية عن كل تعليق، وكنتمنى باش انه يتم ترشيد المياه والحفاظ عليها من الضياع كما كيبان لكم من خلال يعني هذا البث المباشر.